قول ايش محلات هيام الصبي خلينا سولف عالصبا وش سوى عشقه كبير ايش محلات هيام الصبا خلينا سولف عالصبا وش سوى عشقه كبير بشارعنا من قاله وتمر فرفح الشوق بالصدر والريح ضمت ريح وبابنا رح تنتظر بلك الله تطلع تشتري وعيونك تصد لي كنت تشرد من المدرسه هي مدرستكم من وقت كانت تحل يوميا كنت تشرد من المدرسه هي مدرستكم من وقت كانت تحل يوميا خليتني بدين رسبت بالحصه كان اخر درس موجوده الاسلاميه الله يا لذه سنين العمر الله الله خليتني بدين رسبت بالحصه كان اخر درس موجوده الاسلاميه الله يا لذه سنين العمر يا حسره المخفيه اذكر قبل طب المعلم للدرس شي تصير من تكبر سأل وافتر عليها الشعبه نعم ولما وصل يم السرى استاذ قلت له بلا خجل ما اريد طب وهندسه اتمنى اصير بقلبه الله واستاذ دنق وابتسم قال لي يا وليدي العشق تخسر اكيد بحربه من تكبر وما يصير لك هنا تعيش الغربه وفعلا عشت هالغربه رح تسال احوالك شنو قال لي وسط الجامعه كل يوم ملبوسه شكل والورد يحكي بعطره وبالتالي انا اللي خسرت لي هسه باقب رحلتي ويا السادس مسوي عقد لا فارقه ولا عبره الله. بس هو هم بي الخلل السادة مسولف علي ما اخذت منه العبره من كنا احنا صغار نكبر حلمنا لو ندري بيه فراق كان ما كبرنا الله الله يعزك من كنا احنا صغار نكبر حلمنا لو ندري بيه فراق كان ما كبرنا